انت تعرف اسم الصحفيه دي؟ اسمها الانسه اماني. اماني ايه؟ لا باشا بصراحه ما اعرفش يعني. انا اقول لك اسمها اماني حسنين المصري. ومنكم نستفيد يا باشا، واضح ان سعادتك تعرفها كويس. طبعا لازم اعرفها كويس، ما انا كمان اسمي اكرم حسنين المصري. سعادتك قصدك ان ايوه قصدي ان اماني تبقى اختي. اوعى تفتح على نفسك الباب ده يا حربي، والا هتبقى فتحت على نفسك ابواب جهنم. انا مش عايزك تكلم اماني ولا تقابلها مره تانيه، لاني مش هرحمك، هنسفك من على وش الدنيا، همسح اسمك خالص من على الوجود. حط الكلمتين دول حلقه في ودنك واوعى تنساهم. مع السلامه يا حربي، مع السلامه. يلا بينا يا زين. ايه يا معلم؟ هو الظابط ده مش ناوي يجيبها معاك البر ولا ايه؟ كان عايزك في ايه؟ طلعت اخته. مين دي اللي طلعت اخته؟ انسه اماني طلعت اخت الظابط اكرم. الصحفيه اخت الظابط؟ مع اني ما يبانش عليها، ما يبانش عليها. يا نهار اسود والنايل بستين نيله. اماني اخت اكرم؟ يلا يا معلم، يلا 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 بينا من هنا. انت الخارج من هنا مولود والداخل هنا مفقود. يا عم اتحرك بقى، انت هتهنح انا في عرضك. امشي امشي. ها يا حنفي، كل ده بتقطع تذكره؟ انا مش حنفي يا رشوان، انا عدلي عبد العال المحامي. عدلي بيه؟ انا اسف يا عدلي بيه. حصل خير؟ خير يا عدلي بيه. في حاجه؟ أنا حبيت بس أبلغك إن الباشا الكبير مستنينا الليلة. يا ريت تعدي عليا في المكتب الساعة 8 عشان نروح له سوا. الباشا عاوز يقابلني أنا؟ طب إشمعنى أنا بالذات؟ مش هيقابلك أنت لوحدك، هيقابلك أنت وعنتر وعزام. عايز أتكلم معاكم في اللي حصل الفترة اللي فاتت. يا عدلي بيه أنا ماليش دعوة باللي حصل. اللي حصل ده ما كانش مسؤوليتي أنا لوحدي، أنا مش غلطان. مفيش أي مشكلة يا رشوان. البضاعة وصلت واتسلمت وكل حاجة تمام. حضرتك بتقول وصلت؟ إمتى وإزاي؟ لما نتقابل الليلة هتعرف كل حاجة. المهم ما تتأخرش، مش عايزك تقلق، كل حاجة هتبقى تمام. مفهوم يا رشوان؟ مفهوم مفهوم يا عدلي بيه. 8 بالظبط هكون عند حضرتك. مع السلامة. يا فندي اموت واعرف ايه اللي حصل ليله امبارح. الحمد لله على السلامه يا حربي. الحمد لله على السلامه يا زين. الله يسلمك يا بركه. يا لهوي، ايه اللي مبهدلكم كده وكل ده تاخير؟ عملت ايه مع صلاح امبارح بالليل؟ عيب عليك يا حربي، سلمنا الامانه زي ما انت قلت. عفارم عليك يا بركه. على فكره صحيح، الجدع اللي اسمه صلاح ده عايزك تكلمه اول ما ترجع. ودنيا، دنيا جت سألت عليك النهارده الصبح. دنيا؟ اه. اشمعنى؟ اللي صح كده تخرجوا من سواد الليل، ما ترجعوش الا دلوقتي. قلقتوني عليك. حصل ايه؟ وبعدين فين العربيه؟ العربيه تعيش انت يا معلم. واحنا لولا ساتر ربنا ما كنتوش هتشوفونا تاني. احنا؟ ده احنا اتكتب لنا عمر جديد. ليه يا ستي يا رب، حصل ايه؟ تحكي انت ولا احكي انا؟ نحكي احنا الاثنين. أهلا يا أنسة أماني.
من زمان ما شفتكيش. قصدي يعني من زمان ما جتلناش الاسم. معلش كنت مشغوله شويه الفتره اللي فاتت. قول لي اكرم فوق في مكتبه؟ في مكتبه، بس معاه اتنين بيحقق معاهم، كانوا حاولوا يسرقوا عربيه من قدام الاسم. عربيه من قدام الاسم؟ هي حصلت لحد كده؟ اللي يعيش يا ما يشوف. طب قول لي ايه اللي حصل الايام اللي فاتت؟ حصل حاجات كتير، بس اهم حاجه حصلت ليله امبارح. ايه اللي حصل ليله امبارح؟ قضيه شروع في قتل، بس لحقناها على اخر لحظه. هي دي فعلا القضيه اللي تستاهل انك تكتبي عنها. طب بالراحه بقى وبالتفصيل احكي لي ايه اللي حصل. قوي قوي ده، انا ارجوك بس ممكن يبقى في مكتبي عشان نبقى على راحتنا. ماشي. اتفضل. اتفضلي يا نساء. هاي احكي لي بالتفصيل ايه اللي حصل. فاكره الجدع اللي استنى ها يلا قول. الجدع البلطجي اللي اسمه أباضايا ده. فاكراه. مش ده الجدع اللي كان متهم في قضيه قتل عم رزق؟ مظبوط، كويس انك لسه فاكره. ها بحاول يقتل مين بقى المره دي؟ الجدع اللي انت كتبت عنه ده اللي هو اسمه حربي وصاحبه زين. حربي؟ مالك يا نسا اماني اتخضيتي كده ليه؟ لا ابدا مفيش حاجه. طيب حربي وهو زين حصل لهم حاجه؟ لا لا لحقناهم قبل ما يحصل اي حاجه. طيب هما فين دلوقتي؟ قبضايا ورجالته محبوسين تحت ذمه القضيه. طيب وحربي؟ حربي افرجنا عنه النهارده الصبح، هو وصاحبه زين، بعد ما النيابه خدت اقواله. انا اسفه يا رئيس مضطر امشي دلوقتي حاجه. بعد اذنك. مهوش يا رجاله، العصب ده كله هيتلم، محدش يتضايق خالص. يعني احنا قاعدين هنا في قلب مارينا، اللي شفنا كده يقول في بلطين نفسها. هنضرب سمك، استاكوزا، جمبري، كل لحمه الراس دي. ابقى ضايع على نفسه مش علينا. بعدين وحطيتكم في دماغه ليه؟ مش عايز يشيلكم. يعمل له قفله بقى ويلم نفسه احسن له. هو ابو ضايع طول عمره رخيص وهيموت وهو برضه رخيص. النهارده انا في النيابه ما ارتحتش غير لما عرفت انه يلبس البدله الزرقاء. حسيت وقتها اني اخدت بطاري من السنين اللي قضيتها في السجن بسببه. ادفع نص عمري واشوفه كده وهو في السجن بيتدنجل بالبدله الزرقاء. طب معقول اخدي نفسك بحاجه يا صاحبي؟ ده انت حبيبه زين. ليك عليا اول زياره اخدك ونروح نزوره في السجن. لا بس وحياه ابوك يا شيخ. ناخد له معانا برضه عشان الواجب شويه عيش وحلاوه. ولا يستاهل الحلاوه العلبه. كبير وعيش وجبنه. جبنة قديمة كمان. بس قلقتني عليك. ألف حمد لله على سلامتك. تسلمي لي يا ست الستات. طب إيه؟ إحنا مش هناكل لقمة ولا إيه؟ ده إحنا من إمبارح ما بنبقاش النوم ولا الأكل. زين عنده حق. روح ريح كده كلك لقمة. وأول ما تصحى كلمني. بالإذن يا ست الكل. سلامة يا ست المعلمين. مع السلامة. لو سمحت. يا ألف أهلا وسهلا. أهلا أهلا صاحبة الجلالة. أموري. هو حربي فين؟ حربي لمحته من شويه رايح ناحيه المستودع هو وزين. ماشي الف شكر. الله يسهلك يا عم حربي. بس وانا هتقطع نفسها ليه يا جدعان؟ الهم يا رجاله النهار هينقضوا لسه ما خلطناش حاجه. حاضر يا علوم. ازيك يا معلم؟ اهلا يا اختي. قالوا لي ان حربي هنا. كان هنا بس مشي. طب ما تعرفيش الاقيه فين؟ عايزاه في ايه؟ عادي موضوع مهم. موضوع مهم ايه يعني؟ موضوع خاص بيني وبينك. موضوع خاص؟ طب ما تقعدي تشربي حاجه ساقعه ولا حاجه بارده بدل ما انت سخنه في نفسك كده. معلش اصل مستعجله شويه. قولي لي بقى الاقيه فين؟ راح يقيل اصل ما نامش طول الليل تعبان قوي. يبقى اللي سمعته صحيح. سمعتي ايه؟ ان قبضايا كان عاوز يقتله هو وزين. يا اختي الصحافة دي ما بتستخباش عليها حاجة أبدا. شغلتنا يا معلمة شغلتنا. قولي لي بقى ألاقيه فين؟
تتصل بمين؟ بطلب صلاح اطمنه علينا. يا صلاح. يا حربي، ما كلمتنيش امبارح ليه عشان تطمني؟ انا لسه راجع دلوقتي انا وزين. كنت فين كل ده؟ الدنيا ولعت من حوالينا والعربيه اتحرقت وكنا نتقتل كمان، واخدونا على القسم وبعد كده طلعنا على النيابه وبعد كده كان موال يا صلاح. لا 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 لا، استنى عليا كده واهدى وقول لي ايه اللي حصل من الاول عشان افهم. لا لا مش هينفع دلوقتي، انا جدتي تعبانه وجعان نوم، هنام وبكره الصبح بعد عليك بحكي لك اللي حصل بالتفصيل. انت اول ما تصحى تجيني عشان لو في اي حاجه نلحق نتصرف. ماشي يا حربي؟ ماشي ابو صلاح، يلا سلام دلوقتي. مين اللي بيتصرف بعدك؟ طلع اشوف مين. حاضر حاضر حاضر. طيب جاي اهو. حربي الحمد لله انك بخير. ايه يا حربي مالك؟ ما بتردش ليه؟ انت ايه اللي جابك؟ ايه اللي جابني؟ لما عرفت اللي حصل قلت اجي اطمن عليك. فيك الخير والله. ايه فيك الخير دي يا حربي؟ امال عايزني اقول لك ايه؟ تشكري؟ كتر خيرك؟ هو في حاجه حصلت؟ مفيش حاجه حصلت. مالك يا حربي؟ ماليش يا ست، انا تمام كويس. ايه يا حربي في ايه؟ انت بتكلمني ببروك كده ليه؟ هو انا زعلتك في حاجه او في حاجه ضايقتك مني؟ أنسة أماني، احنا هنا في منطقة شعبية ودخولك وخروجك علينا كل شوية مش حلو، ممكن يخلي الناس تطرطش بالكلام. الحوارات والمواضيع اللي بينا خلاص عملناها وخلصنا منها، وانا بصراحة مش شايف بقى اي داعي ان احنا نقعد ولا نتقابل ولا نتكلم تاني مع بعض. خلاص خلصنا كلام اللي بينا لحد كده وانتهى، واظن كفاية لحد كده بقى. تأمري بحاجة تانية؟ لا يا حبيبي. كنت قاسي عليها قوي يا حربي. حط الحاجات. اتفضل يا حبيبي. اتفضل انت. انا قعدت الباشا يعني بتأثر علينا كده. انا بعتذر عن التأخير ده. عموما الباشا خد خبر انكم موجودين وهيبقى موجود على طول. هو سعاده الباشا مش موجود في القصر ولا ايه؟ الباشا موجود بس وراه شويه حاجات هيخلصها، واول ما يخلصها هيجي يجتمع بحضرتك. براحته على اجل من راحته. انا اسف. اتفضل. انا قلقان من زياره الباشا دي، خايف يكون حد يوصل له كلام الصحيح. اللي على راسه بضحك وميه ها؟ قومي حاسس عليها. وفر كلامك اللي زي السم ده، انا مش ناقصك انت راخر. يا جماعه احنا هنتخانق هنا ولا ايه؟ ملوش لازمه الكلام ده دلوقتي. وبعدين انت قلقان من ايه يا رشوان؟ انت موقفك مش سليم او عملت حاجه غلط؟ لا سليم سليم. خلاص يبقى مفيش داعي للقلق ده. معلش يا جماعة اتأخرت عليكم شوية، أصلي كان معايا ضيف مهم هو اللي أخرني. براحتك يا باشا ولا يهمك. أنتوا واقفين ليه؟ اقعد اقعد اقعد. ها يا عنتر، رجالتك استلموا البضاعة؟ وشوناها في المخازن يا باشا. تمام، وأنت عزام بلغت الموزعين؟ بلغتهم يا باشا، وكل واحد هيستلم حصته من بكرة ويورد الفلوس. هايل عزام، هايل. وانت يا رشوان اخبارك ايه؟ الحمد لله يا باشا،
تحت امر سعادتك. طبعا كلكم عارفين اللي حصل امبارح الليل، وازاي ان شويه بلطجيه هجموا على عربيه الولاد اللي كانت جايبه لنا البضاعه. دول كانوا عايزين يقتلوهم، كانوا عايزين ياخدوا البضاعه بتاعتنا كمان. انت ايه رايك في الحكايه دي يا رشوان؟ زي ما سعادتك قلت بالظبط، شويه بلطجيه هجموا على الولدين وكانوا عاوزين يقتلوهم. وكانوا عايزين يسرقوا البضاعه بتاعتنا يا رشوان، كانوا عايزين يسرقوا البضاعه. بس يا ترى العيال البلطجيه دول عرفوا منين ان البضاعه مع الولاد دول؟ دي بقى بصراحه الله اعلم. الله صحيح يا رشوان، انت تعرف اسمه ايه ده؟ مين اسمه ايه ده؟ ابضايا. ابضايا اللي شغال مع المعلمه اسمها ايه دي بتاعت الخرده. ابضايا انا شفته كذا مره مع المعلمه لما جت تزورني في المكتب. ويا ترى تعرف كمان ان ابضايا ده كان على راس البلطجيه اللي هاجموا على الولاد؟ ودي بس اعرفها منين بس يا باشا؟ على فكره انا ماليش اي علاقه بالجدع اللي اسمه ابضايا ده، واحب اكد لسعادتك انا ماليش اي علاقه باللي حصل ليله امبارح. معقول يا باشا؟ معقول ابيعكم وابيع نفسي ونعرض نفسنا للخطر؟ معقول يا باشا اضركم واضر نفسي وابيع ضميري؟ ازاي يا باشا؟ ده احنا عشره عمر يا باشا. مفهوم مفهوم يا رشوان، ما هو ده اللي انا قلته لنفسي والله. ايوه قلت معقوله يا رشوان يكون اتجنن وفي لحظه غضب يبيعنا كلنا كده؟ معقوله؟ بس انا مش عارف، مخنوق شويه، الجو هنا بقينه حر، الجو بره في الجنينه يجنن. جميل، ايه رايكم نخرج كلنا كده نشم شويه هواء، واهو المره نتعرف على الضيف المهم اللي معايا ونكمل كلامنا معاه؟ ها ماشي يا رجاله؟ يلا اتفضل اتفضل. حنفي. ايوه حنفي، الراجل بتاعك يا رشوان بيه. حنفي انا عايزك تطرب مع حنفي، عايزك تحكي لي حكايه ابضايا ده بالتفصيل الممل وعلى اقل من مهلك عشان الكل يسمع ويعرف. ياه ده لولا دماغك الصح ده يا متر كان زماننا رحنا قبر كان. شلت لك الاحتياط واجب ولازم نعمل حسابنا على كل حاجه. ده اللي انت توقعته حصل بالظبط، بس اللي هموت واعرفه مين اللي ورع بضايا، رشوان هو اللي وزنه لوحده ولا كان مرتب الحكايه دي مع عنتر وعزام وسعد دي؟ والله هو في احتمالين. الاحتمال الاول يكون في اتفاق بينهم ان عنتر ينيمك ويكسب ثقتك لحد ما ياخدوا البضاعه ويخلص منك انت وزين. والاحتمال الثاني؟ الاحتمال الثاني يكون رشوان اتجنن لما هزيته مركزه فعمل العمليه دي عشان ينتقم منكم ويثبت مركزه تاني. وانت شايف ايه يا ابو صلاح؟ لو مرتبينها مع بعض يبقى هيحاولوا يخلصوا منك انت وزين، خصوصا بعد ما رجعتوا البضاعه. ولو مش مرتبينها مع بعض يبقى لازم يخلصوا من رشوان، لانه اتصرف بغباوه وعرض الناس دي كلها للخطر، والناس الكبيره دي ما تعرفش يا مرحمين. وبيني وبينك انا ميال للاحتمال الثاني، لان الناس الكبيره دي مش بتلعب، ناس بتخطط وبتدبر، مش ممكن يعملوا تصرف غبي زي اللي حصل بتاع امبارح بالليل ده. طب ودي هنتاكد منها ازاي؟ احنا نستنى ونشوف. لما اتصلوش بيك اتصل انت بعنتر واطلب مقابلته هو وعدلي وعزام، شوف وحاول تعرف مين الناس اللي وراه. طب ودي مش هتبقى فيها خطوره علينا؟ ده الضمانه الوحيده ليكم ان كل الكروت دلوقتي تبقى على الترابيزه واللعب يبقى على المكشوف، بس بشرط فهموهم ان انتوا مش لوحدكم وان وراكم ناس كبيره قوي، بدليل ان اللي سلم البضاعه لا انت ولا زين. صح صح. وتهددوهم بقى
ان لو جرى لكم حاجه الناس دي هتقلب الدنيا وتجيب عليها قضيه. طب انت شايف بقى ان الحكايه كده ممكن تتلم ونخرج منها على خير، ولا هتتربع فوق دماغنا ونروح في 60 داهيه؟ والله انا متفائل بطبعي، بعدين ما عندناش خيار تاني، ده طريق ولازم نكمله لاخره. والله انا خايف لكون دخلنا في حاره سده ابو صلاح. متخافش يا ابني، متخافش خالص، طول ما انت مع صلاح بحر اطمن. بعد كده رشوان بيأمرنا تخلص على قبضاي ورجالته، بعد قبضاي ما يخلص على حاربي وزين، وناخد البضاعه ونوديها مخزنه. كذاب كذاب يا باشا، ما تصدقوش. لا لا، هو ده اللي حصل يا باشا، ما تصدقوش. ده بيخرف. حنفي اتجنن، مجنون مجنون، انا مش عارف بيقول ليه كده. اكيد حد زقه عليا. ايوه ايوه، انا ليه اعداء كتير وخصومات، ممكن حد يوزع عليا، مش انا. ما تصدقوش يا باشا. لا، ايه رايكم في اللي انتوا سمعتوه ده يا رجاله؟ والله يا باشا انا حاسس من الاول ان رشوان ده سبب كل المصايب. وانت عزام، كل حاجه بقت واضحه دلوقتي يا باشا، وطبعا ما فيش راي بعد راي سعادتك. شفت رشوان؟ شفت اصحابك بيقولوا ايه؟ انت كنت عايز تقلبها مجزره يا راجل، مجزرة. كنت عايز تقتل حربي وزين وقبضايا ورجالته، وبعد كده تاخد البضاعة كلها لحسابك. ده ايه الفيلم الهندي الخايب ده؟ لا، كنت فاكر ان انت تقدر تعمل كده بكل بساطة وسهولة ومن ورا ظهري ومن غير ما حد يحس. ده انت بغبائك يا راجل كنت هتقلب الدنيا كلها علينا، وتفتح في وشنا ابواب جهنم. لولا الولدين حرب وزين طلعوا في منتهى الزكاوة، لان البضاعة ما كانتش موجودة. لولا كده كنا رحنا كلنا بسببك في 60,000 داهية. سامحني يا باشا، سامحني، غلطة، اديني فرصة اخيرة اصلح غلطتي. ده انا ياما خدمتك، أنا خدامك يا باشا، خدامك. مظبوط، عندك حق، أنت خدامي. بس بعد اللي عملته ده يا رشوان، معلش، أنا مضطر أنهي خدمتك، وإحنا متفقين على كده من الأول. اللي يخون أو يلعب بديله من ورايا هيكون حسابه معايا أنا شخصياً، كده ولا ايه يا عدلي؟ تمام يا باشا، وده كان الاتفاق والعقد شريعة المتعاقدين. سمعت يا رشوان؟ سمعت؟ انت اللي جبته لنفسك مهاب. لا، ارحمني يا باشا، انا غبي، ارحمني يا باشا، ابوس رجلك، ارحمني يا باشا، انا خدامك. عارفين الأشجار اللي حوالينا دي؟ دي أشجار نادرة ومن نوع غريب جدا، محتاجة لسماد عضوي نادر زيها عشان تعيش وتكبر. النوع ده من الأسمدة غالي قوي قوي. رشوان بقى والريس حنفي أنا ناوي أخدمهم وأخليهم يختموا حياتهم بعمل مفيد وله قيمة. هخليهم السماد العضوي بتاع الأشجار النادرة دي. يا سلام يا باشا، يا سلام يا باشا، طول عمرك تحب الأعمال الخيرية، والله ليك الجنة يا باشا، ليك الجنة. إيه رأيك عندي؟ عزام. خدوهم قدامي. تعال ورايا يا اساتذه. ارموه. لا! لا! حرام عليك يا
باشا بلاش الموتة ديت. ورا هيوحشني غباك يا رشوان. بالنسبة للترتيبات الجديدة كله هيمشي عادي جدا. طب وبالنسبة للمسابك اللي كان ماسكها رشوان يا باشا؟ مين؟ أنت قلت مين يا عزام؟ رشوان رشوان. الذاكرة عندي ضعفت ولا إيه؟ في حد فيكم يا جماعة يعرف حد بالاسم ده؟ ولا دي بوادر زهايمر ولا إيه يعدي؟ سلامتك يا باشا من الزهايمر. هو عزام دايما كده احيانا بيقول حاجات غريبه ومش مفهومه يا باشا. غريبتيه بس. انت قلت مين يا عزام؟ ما قلتش حد يا باشا، ما قلتش حد خالص. كده فهمتني عدلي. ايوه يا باشا، انا عايزك بكره تستلم الفلوس من عزام وتديله نصيبه، وانت عنتر تتصل بعدلي عشان تاخد نصيبك. بس انا عايزك في الاول تتصل بالولد اللي اسمه حرب ده وتحدد معاه ميعاد تروح تقابله انت وعدي. بلغه تحياتي وقول له اني مبسوط منه جدا. تحت امرك يا باشا. انا نفسي اقعد معاكوا اكتر من كده والله، بس انتوا عارفين بقى ميعاد نومي جه وده ميعاد مقدس. يلا تصبح على خير. اهلا يا باشا. الله صحيح يا عزيز، وانتوا لما جيتوا هنا كنتوا ثلاثة ولا كنتوا أربعة؟ ثلاثة يا باشا، ثلاثة بس. عمرنا ما كنا أربعة. صح. كنتوا ثلاثة وعمركم ما كنتوا أربعة. الله أحلام سعيدة. ثلاثة ها؟ أيوة صح، كنتوا ثلاثة. الو ايه انت حصل الكلام ده؟ طيب قول للظابط رؤوف يقابلني بعد نص ساعه في القسم، انا جاي على طول. ايه اللي حصل يا رؤوف؟ ايه؟ مش عارف يا فندم، الحكايه كانت ماشيه هاديه لحد ما العساكر سمعوا صوت صريخ وكركبه جايه من اوضه الحجز، ولما دخلوا الحجز لقوا المساجين كلهم بيضربوا في بعض، ولقوا خمسه متعورين وقبضايا مقتول. قبضايا؟ طب وش معنى قبضايا؟ الله اعلم يا فندم، الله اعلم. عنتر. ايوه، اول ما تتصل بالولد اللي اسمه حرب ده لغنى علشان نشوف هنقابله امتى. هو انا مش هكون معاكم في الاجتماع ده؟ اظن الباشا كان واضح في كلامه، قال ان اللي هيقابل حربي انا وعنتر. ما افتكرش اني سمعت اسمك يا عزام. مظبوط يا عدلي بيه، مظبوط. صباح الخير يا بهوات. مع السلامه. من اهله يا باشا. ما افتكرش ان احنا هنعرف نشتغل مع الباشا الكبير بعد اللي شفته النهارده ده يا عنتر. شغلنا لازم يكمل عادي جدا. شغلتنا دي عايزه الاعصاب، وانا بعد اللي شفته الليله دي ما بقاش في اعصاب من اساسه. لو اتهزينا هنغلط، ولو غلطنا هيحصل لنا زي اللي حصل لرشوان ويمكن ألعن كمان. هو في ألعن من ان الواحد يدفن بالحياه؟ انسى اللي حصل النهارده، اقول لك انسى رشوان خالص. انسى ازاي بس يا عنتر؟ انسى ازاي؟ كله من تحت راس العيلين دول اللي اسمهم حرب وزين، هم سبب كل اللي حصل. بقول لك ايه؟ احنا لازم نخلص من العيال دي
قبل ما يتدوروا علينا ويخلصوا مننا زي ما خلصوا من رشوان. يخلصوا منين؟ يخلصوا منين؟ ما تشطحش البعيد. لا انت تعبان، روح روح نام واستريح. كفايانا كفايانا وجع راس. حاضر هروح انام يا عنتر، بس بقول لك ايه، بعد ما تخلص مقابلتك مع اللي اسمه حربي ده تتصل بيا وتقول لي الاخبار يا حبيبي. حاضر يا حبيبي حاضر. يلا تصبح على خير. رحنا رحنا ما طرحتنا. كبروك يا اخي. هتكلم عنتر ولا ايه؟ ليه لسه ما صحيش يا عم؟ هوصل انا المستودع الاول اطمن على الشغل اشوفه ماشي ازاي وبعد كده بكلمه. والله يا حرب انا شايف انك قبل ما تشده ولا تهدده ناخد حقنا منه الاول ونضمنه في جيبنا بعد كده اعمل اللي انت عايزه معاه. ما تخافش يا زين، محدش يقدر ياكل حقنا ولا حاجه. يلا كملوا انتوا افطاركم وبعد كده حصلوا لنا مستودع. يديك على الله. نجيب بقى. اللي اقوله يا زين، هو حقنا ده يطلع قد ايه؟ الله بركه لو صدقوا يبقى نطلع بلوكش حلو قوي. كتير يعني؟ كتير يا بركه، كتير قوي. طب الحمد لله. طب بقول لك ايه، ما دام ربنا كرمنا يبقى نرضى بالمقسوم بقى وكفايه قلق لغايه كده. البحر يحب الزياده بركه، الفلوس الزياده مكسب مش خساره. ايه زين، انت عمرك ما كنت طماع كده؟ ما لما تلاقي بركة أغلى حد عندك في الدنيا دي كلها بيتذل وبيتهان عشان خاطر الفلوس وانت واقف تتفرج مش عارف تعمل له حاجة، صدقني يا بركة ساعتها هتعرف يعني ايه فلوس. صباح الفل على أحلى رجالة فيك يا مصر. صباح الفل على الحرب. معقولة؟ معقولة المعلمة هنا ومن بدري كده؟ ما لقيتش حاجة أعملها بالليل، قلت أنام بدري، واللي بينام بدري بيصحى بدري. طب تصدقي وتأمني بالله؟ لا إله إلا الله يا أخي. أنا امبارح بالليل بعد ما خلصت مشاويري كنت أعدي عليك. وإيه اللي حشك عن الحوارات برضو؟ لا يا معلمة لا حوارات ولا حاجة بقى، خلاص ربنا تابع علينا. أنا بس يعني لقيت الوقت اتأخر فقلت لنفسي بلاش أعدي عليكي وعامل لك قلق. اقلقني يا أخي، أنا ما عزش قد القلق إلا إذا بقى كنت تتعزز علينا يا معلم حاج. وأنا أقدر يا معلمة، ده لا عشوة ولا كان اللي يتعزز عليكي. وبعدين احنا فيها النهارده بديل هعدي عليكي ونقضيها قلق على الاخر ولغايه الفجر كمان. لما نشوف يا بكاشه بتاع الكلام المايه تكدب الغطاس. احنا فيها. مين اللي بيتصل يا حبيبي؟ لا يا معلمه ده ولا حد. رد رد. الو. ايوه يا حربي، انا امين، ارجوك ما تقفلش السكه في وشي. نعم. انا محتاجه اقابلك ضروري. لا النهارده مش هينفع، ورايا شغل. ما تخافش مش هاخد من وقتك كتير. انا هستناك في الكازا اللي اتعملنا فيها قبل كده. وانا متاكده انك مش هتسيبني ملطوعه، هكون هنا كمان نص ساعه. سلام. مين؟ ها؟ مين اللي كان بيكلمك؟ لا لا ابدا يا معلمه، ده عنتر بيه كان بيكلمني يعني عشان حساب الخرده اللي عنده. وعنتر بيه خليك تبقى متضايق كده وقالب وشك؟ لا بس خايف يعني الحساب يكون تقيل. روح له وقابله واقعد اتكلم معاه. انت شايفه كده يا معلمه؟ راجل بناكل من ورا منه لقمه عيش، ما نقابلوش ليه ونتكلم معاه ونريحه كمان. انت تأمر يا معلمه. على لقاء بقى ان شاء الله. حربي. عيوني يا معلمه. يا عيون المعلمه. خد الجيب، ما تبهدلش نفسك في التكاسي ولا المواصلات. تسلمي لي يا ست الستات. بلا اذن. ولا